السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة. إما الإبادة أو التهجير، هذه هي الخيارات المتوفرة للمواطن الفلسطيني على أرضه بسبب القصف والتضييق وقلة وانعدام أبسط مقومات وأساسيات الحياة. وبهذا الوضع وصل الكيان لأعلى درجات الوحشية والعدائية بحق الإنسانية أولاً وبحق أهلنا وشعبنا في فلسطين ثانياً. أكثر من 45 شهيد وعمليات القصف مستمرة إلى غاية هذه اللحظة، وعشرات الجرحى والحصيلة بتزايد مستمر بجريمة ومجزرة رفح. وكالعادة الكيان يبرر لنفسه قصف المدنيين بحجة استهداف قادة حماس، لكن أهداف الكيان باتت واضحة، هو تحقيق الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتحقيق نصر وهمي وإدعاء كاذب لتلميع صورة نتنياهو وفريقه المجرم بداخل الكيان وخارجه. رحب بكم مرة ثانية، ورحب كذلك بضيوفنا الأكارم بالاستوديو، الأستاذ حسين الكناني عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، وكذلك العميد المتقاعد عدنان الكناني الخبير في المجال العسكري، وينضم لنا عبر سكايب من مصر الدكتور محمد اليمني الخبير في الشؤون الدولية. رحب بكم ضيوفنا الأكارم، وابتدي وياك أستاذ حسين، برأيك الأسباب الحقيقية لهذه المجزرة بمخيم رفح وبهذه المنطقة بالتحديد؟ قبل أيام كنا تابعنا جيش الكيان الصهيوني أعلن أنه هذه المنطقة آمنة، ووجه سكان غزة وباقي المناطق القريبة أن توجهوا لهذه المنطقة باعتبارها منطقة آمنة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولمشاهدك الكرام. واضح أنه أهداف التي أعلن عنها الكيان الصهيوني والجيش الإسرائيلي بعيدة كل البعد عن التحقق، وبالتالي اليوم هو ينتقل يحاول أن يجد معادلة. هذه المعادلة مبنية على أساس كسر الحالة، ما له حد سمعنا من الاستوديو أو من كنترول، وبالتالي أعتقد أنه هو يحاول أن يوقع المزيد من القتل والمزيد من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، من أجل أنه لا تكرر هذه ما قام به حماس وفي غزة مرة أخرى، وتقوم بعملية عسكرية مشابهة لما عملت في طوفان في 7 أكتوبر في عملية طوفان الأقصى. وأعتقد أنه حتى هذه اللحظة ما استطاع الكيان الصهيوني أن يكسر الإرادة والعزيمة لدى الشعب الفلسطيني، وإلا ما هو المبرر أن يكون الجيش، كانت لطالما يعني تبجح الكيان الصهيوني بقوته العسكرية وآلته العسكرية، وأنه يعتبر من أقوى جيوش المنطقة بل العالم. ومنذ نشأة الكيان هذا الجيش مهيئ، قد لا يوجد جيش بالعالم منذ نشأته حتى هذه اللحظة هو بعملية استعداد وجهوزية كبيرة، ويحاول أو يعد نفسه للمواجهة الكبرى مع أعداء المفترضين، ويعيش في حالة من العسكرة. استهداف للمدنيين، أكثر من 45 شهيد حصيلة أولية، وإلى الآن القصف مستمر والإحصائية تزايد، ممكن وصلنا لحد 70 أو 80 شهيد غير عشرات الجرحى. أنا أعتقد أن الكيان الصهيوني وقيادة الكيان تيقنوا أنه ليست لديهم القدرة على تحقيق الأهداف منذ البداية. الهدف الذي أعلن عنه هو القضاء على حماس، لا يمكن القضاء على حماس حتى لو تم قتل جميع عناصره المقاتلة، لأنه حماس هي فكر مقاوم، والفكر المقاوم يوجد في أي لحظة وموجود في أي مكان، وبالتالي لا يمكن القضاء على حماس كفكر. أيضا مسألة استرجاع الأسرى لدى حماس، وواضح حتى هذه اللحظة وقعت يعني استطاعت أن تقتل الكثير من هؤلاء نتيجة عمليات القصف، وما استطاعت أن تسترجع أسير واحد من أسرى حماس. في نهاية المطاف من الناحية العسكرية هي فشلت بعد مضي بحدود 8 أشهر حتى للعملية، حتى هذه الساعة ما استطاع هذا الجيش أن يحقق الأهداف ولو جزء بسيط من الأهداف التي أعلن عنها. طيب خلينا نناقش هذا الدور العسكري. أستاذ عدنان رحب بك مرة ثانية. أستاذ عدنان، عسكريا شنو أراد الكيان من هذه الضربة ومن هذا القصف ومن هذه المجزرة بحق ناس مو بمنطقة قتال
مو ساحة قتال مثل ما معلوم هذه المنطقة بالتحديد، فبالتالي شنو أراد الكيان أن يوصل من خلال هذه المجزرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله حيا جميع مشاهديكم الكرام، حيا الله ضيف الكريم أخي وابن عمي الغالي. حقيقة أنا يحزنني كثيرا الحديث في هذا المجال لأسباب. نحن تربينا وولدنا على القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية عاشت بدمائنا وما زالت، ونعتبر فلسطين هي القضية القومية في وجدان العرب وفي وجدان المسلمين. وتوسمنا كثيرا ونعول كثيرا على الجارة إيران حينما أعلن الراحل رحمة الله الروح الإمام الخميني عن أنه فلسطين وقضيتها هي في وجدان الشعب الإيراني وفي صميم عمل الإدارة الإيرانية، جزء من الدستور الإيراني وضمن الدستور الإيراني، وأيضا سمى يوم باسم يوم القدس. يوم القدس. وكنا وما زلنا نتوقع أنه سيكون التحرير على أيد العرب وكذلك بمساندة ومساعدة الجارة إيران، لكن هذه القضية القومية العربية الآن تحتضر. تحتضر. نعم، ويبدو أنه البعض كان وما زال يزيف الحقائق ويحاول أن يعطي إيحاءات باتجاهين. الاتجاه الأول تحتضر عند الكل؟ لا لا، احنا طبعا تحتضر الآن القضية الفلسطينية والفلسطينيون أمام إبادة جماعية، وهذه الإبادة الجماعية إذا ما تستغل الآن تتوحد القوى الخيرة من العربية، القوات الخيرة الإسلامية، القوات الخيرة الإسلامية والعربية، فصائل المقاومة في الوقوف وجه السكان الصهيوني، فأعتقد القضية الفلسطينية ستموت بأرض فلسطين وتموت في وجدان العرب والمسلمين. لا سامح الله. لا سامح الله، لكنه الآن هي هذا الموجود، هذا الواقع الآن. خلينا نبدأ التحليل العسكري. أنا أعطيك تحليل عسكري. طيب. أنا بديت به لأنه التحليل العسكري مرتبط بالتحليل النفسي. جيد. والحروب دائما العامل النفسي هو العنصر الأساس بتحقيق النصر. الإنسان في داخله إذا لم يشعر بالنصر في داخله لن يستطيع من كسب معركة ولن يستطيع من خوض معركة، وإن شعر بالهزيمة في داخله سيبقى مهزوما ومهزوزا ومنكسرا. لذلك أقول المقاومة الإسلامية والمقاومة العربية الفرصة الذهبية الآن. أبناء غزة الآن يجابهون الكيان الصهيوني، الأطفال يقتلون والنساء تقتل وتنتهك الحرمات، كبار السن يهانون ويذلون، والمقاومة الفلسطينية ما زالت صامدة وهم قبلة. الآن قاربنا على 240 يوم والمقاومة الفلسطينية تقاتل على كل بكل الاتجاهات، وأبناء فلسطين يذبحون ويقتلون أمام العرب وأمام المسلمين وأمام رأي العالم. حتى اليهود الآن بدأوا يستشعرون بالعطف بعض اليهود على القضية الفلسطينية. كنيسة اليهودي اعترض على نتنياهو في آخر جلسة. والعالم الآن القوى الخيرة بالعالم الآن تؤيد القضية الفلسطينية لما يشاهدوا، لكن للأسف أقوله أنه العرب والمسلمين الآن يكتفون بالتصريحات فقط. فقط التصريحات، يتحدثون عن القضية الفلسطينية بإنسيابية محترمة، ولن يستطيعوا اليهود ونحن منتصرون لحد الآن والمقاومة قامت بهكذا فعال، لكن ما ينظروا إعلام، بس إعلام ودجل وكذب ونفاق، دجل وكذب ونفاق. احنا باعوا الأطفال يذبحون، باعوا النساء تنتهك حرماتها، باعوا الشرف العربي والإسلامي ينتهك، باعوا كبار السن اللي يقتلون، باعوا البنى التحتية، باعوا شي يصير الدمار بالفلسطين، باعوا الانتصارات مو انكسارات، انتصارات اليهود على الفلسطينيين. لا نجمل الصورة اليهودية ونقول ونوهم العالم على أنه الشعب الفلسطيني منتصر. الشعب الفلسطيني عن الأمرين وبحاجة إلى الموقف العربي الإسلامي الحقيقي. الآن إذا ما تفتح جبهات على الكيان الصهيوني وتزج المقاومة العربية والإسلامية في معركة دامية مع الكيان الصهيوني لن تقوم لنا قائمة. والله العظيم والله العظيم اسمعوا ستكون المعركة بأرض العراق، وستكون المعركة في بيوتنا، وسيستمر الصهاينة في الزحف في الدول العربية والمواقع العربية إلى أن يصل لبيوتنا. إذا لم نقف الآن بوجه الكيان الصهيوني في أرض فلسطين المحتلة لن تقوم لنا قائمة. قسما عظما الآن القتال خارج سور بيوتنا، لكنه سينتقل إلى الداخل. طيب قبل أن تقول القضية العسكرية، القضية العسكرية عزيزي، الآن الكيان الصهيوني يحاول حصر المقاومة في رفح وغلق الأبواب عليها وتوجيه ضربات، وبالتالي سيفتح لها منفذ باتجاه صحراء سيناء، وهذا ما يريده الكيان الصهيوني، إخراج الفلسطينيين من أرضهم وإسكانهم في صحراء سيناء خور الأردن صحراء الأنبار العراقية، وهذا ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي ترامب. هذا مخطط، هذا مخطط تحت ما يسمى
إيجاد وطن بديل للفلسطينيين ووضع المعركة مع الكيان تسير في هذا المخطط، إيجاد وطن بديل للفلسطينيين. وبالمناسبة عقدت اجتماعات ثلاثية بال 2019 حين اللاعن الرئيس الأمريكي الأسبق اللي هو ترامب أعلن عن صفقة القرض وتحدث أنه إيجاد وطن بديل للفلسطينيين في ثلاثة دول: صحراء سيناء، خوار الأردن، صحراء الأنبار العراقية. طيب. ثم عقدت اجتماعات ثلاثية وظاهريا ما يسمى القمة العربية الثلاثية، أكثر من مرة عقدت، مرة في الأردن ومرة كان على أنها تعقد في العراق ثم في مصر، ويقال أنها في الأردن كانت برعاية المخابرات الإسرائيلية، وحددوا الأعداد. طيب. وكيف يكون وما هي الآلية. ثم كان هنالك زيارة لأحد الشخصيات العراقية من الرئاسات الثلاثة، لا أتحدث عن من هو، ذهب إلى واشنطن بزيارة سرية لمدة ثلاثة أيام، لم يعلن عن نوايا الزيارة، ثم عاد وبعدها بدأ يطلق عليه باسم الرئيس، هذا المسمى الرئيس. طيب. بدأ يطلق عليه هذا الاسم، ويبدو أن هذه الزيارة هي ثمن على أنه يكون هنالك إقليم إداري للأنبار، بالمقابل يمهدون لإشغال وإسكان الفلسطينيين في صحراء الأنبار. ثم جاء عقد ما يسمى استثمار أو استحمار للسعودية في صحراء الصحراء العراقية، وهذا المخطط نوه أكثر مرة على أنه إيجاد بيئة للفلسطينيين، ثم بناء مجمعات سكنية، ثم إيجاد فرص عمل، وبعدها استقطاب العوائل على أنه هذا وطن بديل سيكون مستقبلي. ثم جاء القرار إذا تذكر على أنه الموضوع الجنسية ومنح الجنسية ومن يبقى بالعراق أكثر من سنة وإقامة بغض النظر عن شروط منح الجنسية يمنح الجنسية، يبدو أنه يراد أن يمنح هؤلاء الفلسطينيين الأبطال ويجردوا من أرضهم، بالتالي هي سياسة ويجد له وطن بديل بالأراضي العراقية خلال هذه الأشهر لذلك للوصول إلى هذه النقطة. عمل استراتيجي بعيد وبطيء ويعملون وفق آلية طويلة الأمد وتمرر علينا مع جل احترامي العراقيين والعقول العراقية، لكن يشغلونا بأوهام كي ننحرف عن المسيرة الحقيقية تجاه الفلسطين. وهذا ما لا نتمنى. والآن لاحظ أنه الإعلام العالمي والعربي والمحلي متجه باتجاه القضية الإيرانية واستشهاد أكو في التضليل على القضية الفلسطينية والتغطية على القضية الفلسطينية والعنية في أوجهها. أرجع لك بهذه النقطة دكتور، رحب بك مرة ثانية دكتور محمد، ونتساءل عن هذه الجريمة بالتحديد، ماذا تشكل بمسار الحرب ما بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني المحتل؟ والله أستاذي الكريم أنا أتمنى أسمع صوت حضرتك كويس جدا وأسمع السؤال كويس جدا، لأن أنا سمع صوتين في نفس التوقيت، صوت حضرتك وصوت الكنترول، فمؤثر عليا تأثير كبير جدا. الصوت ما واضح عندك؟ على سؤال، على قد ما سمعتك السؤال بخصوص مجريات الحرب والأوضاع أيضا. نعم. قطاع غزة أسأل عن المجزرة بهذا التوقيت وتأثيرها بمسار الحرب مع الكيان الصهيوني. تمام أستاذي الكريم، لابد أن نعلم أستاذي بأن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء من بداية يوم 8 أكتوبر إلى وقتنا هذا، وكل يوم تتجاوز خطا أحمر آخر في حق الشعب الفلسطيني، وأيضا تضرب بعرض الحائط كل يعني العرف الدولية والقانون أو القوانين الدولية وما شابه ذلك في هذا التوقيت. وأنا أرى من وجهة نظري بأن الاحتلال الإسرائيلي وكأنه يرد على المحكمة الجنائية، وكأنه يرد أيضا على المظاهرات والاحتجاجات في الداخل الأمريكية، وكأنه يرد أيضا على إصدار أوامر باعتقال في حق بعض القيادات أو معظم القيادات في مجلس الحرب الإسرائيلية. كل الأمور الآن متعلقة ببعضها البعض، هذه أيضا نقطة. إن تكلمنا عن جزئية لابد أن نتكلم عن جزئية أخرى حتى نربط الأوضاع ببعضها البعض. أما النقطة التي أراها من وجهة نظري هي من النقاط المهمة في صلب الموضوع، وخاصة الحرب على قطاع غزة، بأن إسرائيل إلى وقتنا هذا لم تحقق أي أهداف معلنة التي أعلنت عنها من يوم 8 أكتوبر إلى وقتنا هذا. توقيت المجزرة، توقيت المجزرة برأيك هي رد على قرار المحكمة الدولية؟ سمعني أستاذ الكريم؟ أسمعك. أنا أسألك أنه توقيت المجزرة بهذا التوقيت هو رد على قرار المحكمة الدولية بإيقاف إطلاق النار؟ للأسف أنا مستاء جدا، لأن أنا سامع صوتك، أقسم بالله أنا سامع صوت الكنترول
افضل من صوت حضرتك. راح نعالج الموضوع دكتور، تفضل. انا مش سامعك والله. ارجع لك مداخله ثانيه دكتور محمد، بينما الاخوه بالكنترول يصححون هذا الخلل. استاذ حسين، اكثر من 36 الف شهيد اخر الاحصاءات، 82 الف جريح، اكثر من 10000 مفقود، اغلبهم نساء والاطفال وكبار السن. وين متجه الكيان؟ وين رايح؟ لا يلتزم باعراف دوليه، لا بقرارات محكمه دوليه، لا بادانات دوليه. وين رايحين بهذه الحرب؟ الجيش الاسرائيلي في هذه المعركه ما استطاع ان يحقق سوى هدف واحد، وهو قتل المدنيين. وبالعناوين العسكريه هذه لا تعتبر اهداف عسكريه. اليوم عندما تستهدف عمليات قصف لمربعات سكنيه، وعندما تقوم بعمليات قتل لمدنيين عزل، كان من المفترض انه هذه المناطق حسب ادعاء انها مناطق امنه. بالتالي بعد مضي كل هذه الاشهر السبعه، اكثر من 100,000 بين جريح وشهيد، وحتى هذه اللحظه ما زالت اسرائيل قد تخوض اكبر معركه بتاريخ اسرائيل. حتى هذه اللحظه انا قد اختلف مع الاستاذ عدنان انه الشعب الفلسطيني لم يخسر الحرب بعد. نعم هذه هو الان شعب اعزل امام آلة عسكرية مدمرة تقوم بقتل ومجازر، عبارة عن مجازر عسكرية تنفذ. طيب استاذ عدنان طرح بها النقطة هذه، انه هي اكو مجازر ترتكب واكو خسائر بالارواح. الخسائر هذه الحرب اليوم، يعني قبل كم يوم رئيس الوزراء نتنياهو ذكر انه لا يمكن القبول بوقف اطلاق النار، ويطالب باسرائيل ان ترفع الراية البيضاء. يعني لمجرد ما انه سوف يوقف اطلاق النار يعتبر نفسه او يعتبر اسرائيل قد انهزمت او قد خسرت الحرب. هو بالاساس سبع اشهر ايش حققت اسرائيل؟ هو لمجرد ما، يعني هذا شنو مقصد كلامه؟ مقصد كلامه انه حتى هذه اللحظه هو قد خسر الحرب واقعا. حتى هذه اللحظه هو ما حقق اي شيء من الاهداف، ولذلك هو يقول سوف اذهب الى ان يتم اخراج جميع الأسرى. هذا الموضوع ينعكس على مجلس الحرب. هذا الموقف أولا يتعارض مع اليوم الرغبة الدولية التي تطالب. الأمين العام يوم أمس ندد بالجرائم، المحكمة الدولية أيضا نددت وطالبت من الكيان الصهيوني وقف عملية الاجتياح. اليوم أكو دول غيرت موقفها، كانت داعمة لإسرائيل، اليوم تعتقد أنه سوف تعترف بفلسطين دولة. كثير رسميا من الدول اليوم، كثير من الدول بدأت تغير من وجهة نظرها، وهذا من الناحية الاستراتيجية انه اسرائيل واقعا قد خسرت الحرب. سبع عقود هذه الدول كانت تدافع عن اسرائيل وتنكر الوجود الفلسطيني، الان اعترفت بحق فلسطين وبحق الدولة. نعم نحن لا نؤمن بحق الدولتين، لا نؤمن بحق بحل الدولتين. نحن نؤمن انه دولة واحدة للفلسطينيين. وبالتالي طبعا هذه الرؤية ايضا هي رؤية الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لا يرى وجود للفلسطينيين، بس اليوم يسوق لها حتى بعض الرؤساء العرب. نعم يطالبون بها هذا اساسا. هذا الحد الادنى من استرجاع الحقوق، الحد الادنى من استرجاع الحقوق انه خلاص انا اقبل بالقسمة. روح بالخيار، خيار الكيان يعني. يعني نقبل بالقسمة. طبعا كانوا غير صادقين، لكن على العموم انه هذا هو وفق المقررات الامم المتحده ووفق قرارات التقسيم، انه خلاص دوله للفلسطينيين ودوله. بهالمقدار هذا اسرائيل قد خسرت الحرب، والان بدات هذه الدول تغير من وجهه نظرها. وهذا تراجع من حيث الان عادت القضيه الفلسطينيه الى المربع الاول. المربع الاول عندما تم اصدار القوانين القرارات من الامم المتحده وقرار التقسيم وتم إنشاء الدولة، الآن بدأ الحديث في الأمم المتحدة. هذا كله بفضل العملية العسكرية الأخيرة، هي التي عادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد أن تم تصفية القضية الفلسطينية، محاولة تصفية القضية الفلسطينية. يعني كل الأشياء اللي ذكرها الأستاذ عدنان إنه هذه بالفعل واقعا هنالك الكثير من المخططات لتصفية القضية في العراق. صفقة القرن ما زالت مستمرة طبعا ومدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول عربية،
والكثير من المطبعين والعملاء سواء في المنطقة وخارجها. لكن اليوم على لكن أرض الواقع العكس واقعا لا لا واقعا أكو رقم صعب لا يقبل بالتطبيع. نعم نحن نقر أكو مشاريع تصفير القضية الفلسطينية، لكن الشعب الفلسطيني ما زال موجود. سنوات طويلة كانت هنالك حق الهجرة وحق عودة وحق العودة. يعني هؤلاء الفلسطينيون اللي موجودين في الشتات ما زالت أصواتهم يعني ما زالوا يطالبون بحق العودة، وما زالت حق الفلسطيني بالعودة حق مشروع. وبالتالي فشلت كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما يترجم سلوك الكيان بالفترة الأخيرة وتصريحات بعض الدول، وحتى ذكرنا الرئيس الفرنسي ماكرون وغيره من الدول أنه قالت فلسطين دولة وأصرت على هذا القرار وأعلنت بوجه الكيان وبوجه أمريكا. أرجع لك مرة ثانية أستاذ عدنان، دائما ما الكيان يحاول يبرر لجرائمه، واحدة من المبررات اللي ذكرناها بالمقدمة لهذه الجريمة أنه أكو قيادين لحماس داخل هذه المجمعات والخيام لرفح، فإحنا قصفنا هذه المخيمات. هذا مبرر كافي لارتكاب مثل هذه المجازر؟ شوف يحضرني قول ما لا تحسبن ضحكي ومرحي فرحا فالطير يرقص مذبوحا من شدة الألم. الآن الشعب الفلسطيني يذبح بغض النظر عن الذرائع وبغض النظر عن الأقاويل، ونقول أنه آن الأوان الإنسان أما يكون أو لا يكون، أما يدعي المقاومة أو لا يدعيها، أما يدعي حمل السلاح من أجل قضية في ضمائر ووجدان العرب والمسلمين أم يتنصل من هذا الموضوع وينتهي. الآن لو فتحنا جبهة سوريا الجولان محتلة من قبل الكيان الصهيوني، والمقاومة تستطيع أن تصل إلى الجولان وتستطيع أن تحوط الجولان وتقوم بعمليات عسكرية كبيرة لتخفيف الضغط على غزة وأبناء غزة وعلى فلسطين، تفتح جبهة ثانية على الإسرائيليين سينهكون وينهارون نفسيا، وتفتح جبهة ثانية بعدها من جنوب لبنان، والمقاومة الإسلامية والمقاومة العربية تستطيع أن تصل إلى لبنان، والأسلحة والمعدات هناك أسلحة ومعدات تفوق ما موجود في غزة. لذلك نقول فرس الرهان الآن موجود بين جنوب لبنان وبين سوريا وجولان. الكيان حاليا بأضعف أوقاته، الكيان الآن بأضعف حالاته، والكيان يعاني من انكسار نفسي. وبالمناسبة أعطيك أسلوب لقتال الصهاينة، أسلوب قتال الصهاينة الدفاع في الأرض والقتال في الجو، الاعتماد على القوة الصاروخية وعلى الطيران المقاتل والطيران المسير بإصابة الأهداف، والتقدم البطيء أرضا، وأي معركة برية على الأرض خسرها الكيان الصهيوني لحد اليوم مع العرب سابقا ومع الفلسطينيين حاليا. أي معركة برية مان تو مان رجل إلى رجل مواجهة معركة مواجهة يخسرها الكيان الصهيوني بامتياز، وتتفوق المقاومة بامتياز تام. لذلك نقول الآن المقاومة كشفت سر قتال الكيان الصهيوني، عليه الآن تذهب باتجاهين. الاتجاه الأول تهيئة منظومات الدفاع الجوي سواء كان عن طرق المشروعة أو الغير مشروعة، تهريبها، شراها من السوق السوداء العالمية، ما موجود بالبلدان العربية استثمارها، تهيئة منظومات الدفاع الجوي لحجب سلاح النصر بالنسبة للصهاينة وسلاح القوة بالنسبة للصهاينة الأمريكان، حينما تكون هنالك منظومات للدفاع الجوي تجابه الطيران والصواريخ ممكن أن نحجم الطيران والصواريخ. وأيضا يجب أن يكون هنالك رد معاكس، يعني القواعد العسكرية الإسرائيلية وهي بمرعى ومحددة من قبل المقاومة العربية والإسلامية والفلسطينية، لذلك يجب أن تدك، وحينما تقصف أهداف مدنية من قبل الكيان الصهيوني يجب أن تقصف أهداف مدنية في داخل تل أبيب واحدة بواحدة. وعلينا أن نمتلك زمام المبادرة، نحن لحد الآن ندافع فقط، هذا لم نمتلك زمام المبادرة ونهاجم، ويجب أن نعيد الكرة كرة 7 أكتوبر 27 ونقوم بعمليات بطولية نوعية داخل الأراضي الفلسطينية. طيب هذا بهذه المعادلة سنكسر الجيش الصهيوني، سندمر الجانب المعنوي لدى الصهاينة المتواجدين في أرض فلسطين، ستكون هنالك هجرة عكسية لأنهم لن يشعروا بأمان، وهذا هو الضغط يجب أن يكون. وهذا حينما تجردهم من عامل الأمان ومصدر القوة سيذهبون باتجاه الخروج من فلسطين، وحينما تخرج مجاميع من فلسطين ستسحب بعضها البعض، سينهار الجيش الصهيوني داخل فلسطين وسينكسر تماما. بالمقابل سيكون هناك ارتفاع كبير بالجانب المعنوي لدى المقاومة ولدى الفلسطينيين. أيضا ستنضم فلول العربية، أقسم بالله العظيم وأنا أراهن برقبتي والله العظيم، ستفتح جبهة مصر رغما عن أنف القيادة المصرية.
ابناء مصر اراهن عليهم لان هؤلاء ابطال. طيب كذلك جبهه الاردن، اسمعني رجاء، جبهه الاردن دول الطوق على الكيان الصهيوني، جبهه الاردن وجبهه مصر. طيب راح اضاف الى جبهه الجولان السوريه، هذه الجبهات لان الشعوب العربيه في الاردن شعب عربي ابي، وفي مصر شعب عربي ابي، سينقلبون على حكامهم ويتحمون مع المقاومه العربيه والاسلاميه والفلسطينيه. بعيدا عن الحكام، عن الشعب، لان الشعب عربي والقضية الفلسطينية في وجدان كل عربي، ولدنا على هذه القضية وتربينا وربينا أولادنا على القضية الفلسطينية. أنتقل لك دكتور محمد وأتساءل عن آخر ردود الأفعال بالداخل المصري على جانب بخصوص جريمة الكيان الصهيوني، خصوصا أنه موقع هذه الجريمة بالقرب من الحدود المصرية، والبعض اليوم يتساءل ويطرح في الإعلام هذا التساؤل أنه أسباب عدم تدخل الجانب المصري بهذا الموضوع، والمجزرة بعد ممكن مئات الأمتار. يعني أستاذي الكريم، كما نعلم بأن يوجد معاهدة وأن يوجد بعض الإجراءات، وبأن أيضا الجانبين سواء إسرائيل أو مصر لا تريدان الدخول في صدام مع بعضهم البعض. يعني دكتور محمد، الكيان الصهيوني ملتزم بمعاهدة كامب ديفيد مثلا، أعتقد هي هذه اللي تقصدها؟ نعم أستاذي الكريم، وبعض الإجراءات الأخرى. يعني مهما سمعنا بأن الجانب الإسرائيلي في هذا التوقيت يريد دخول في صدام، أنا أعتبر هذه الحادثة التي تمت أمس أو أول أمس في بين الحدود المصرية ومقتل شهيد من الجيش المصري حادثة مثل أي حادثة أخرى. هذه أيضا جزئيا لأن يوجد فعل ورد فعل، هذه أيضا نقطة. النقطة الأهم في هذا السياق، كما نعلم من بداية أيضا الحرب على قطاع غزة يوم 8 أكتوبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصريحات أيضا الرئيس كانت واضحة بمثابة يعني قوة كبيرة جدا بأن الحدود المصرية خطوط حمراء، وكذلك أيضا الأمن القومي المصري. لأن سؤال مهم وهو السؤال الأبرز في هذا التوقيت، لماذا الاحتلال الإسرائيلي يفعل كل ما يفعله في رفح، وأيضا هذه المجازر للضغط أيضا من ضمن الأسباب للضغط أيضا على القيادات المصرية حتى تفتح هذا المعبر، ومن ثم يذهبون أو يذهب الشعب الفلسطيني إلى معبر رفح ويتم تصفية القضية الفلسطينية. يوجد نقطة خفية وعلنية في نفس الوقت أستاذي، نعم نتحدث بأن الكيان الصهيوني لم يحقق أي شيء من الأهداف المعلنة، ولكن أنا أرى بأنه حقق هدفنا مهما للغاية، هو تم تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بمثابة 85% حتى لا تعود غزة صالحة للأمور المعاشية والحياتية والاجتماعية وما شابه ذلك. هذه أيضا نقطة مهمة جدا. الاحتلال الإسرائيلي أستاذي الكريم يضرب كل هذه الضربات ويفعل كل هذه المجازر بحجة القضاء على حركة حماس، وهم أيضا يريدون هذه الضربات تكون موجهة إلى الأطفال، تكون موجهة إلى المدارس، إلى النساء، إلى أيضا الرجال. أنا لم أتهرب من سؤال حضرتك. ما هي حتى هاي النقطة، نفاها قيادي حماس. يعني كل احنا تابعنا البارحة المؤتمر الصحفي لأسامة حمدان القيادي في حماس، نفى هذا الموضوع وقال انه هذه أكاذيب وما متواجدين هذه القياديين في هذه الأماكن السكنية المفترض أن تكون آمنة. أكيد أستاذي الكريم، الاحتلال الإسرائيلي يريد نصرا استراتيجيا، يريد نصرا مزيفا في هذا التوقيت على حساب الشعب الفلسطيني، على حساب المدنيين، ومن يساعد على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. لابد أن نعلم ولا بأن حتى وإن سمعنا أسبانيا والنرويج وأيرلندا يعني طالبوا يعني دولة مستقلة، دولة فلسطين في هذا التوقيت، وشهدنا التطور الملحوظ وبعض تغيير المواقف، هذا لحفظ ماء الوجه. نعم هي خطوات جيدة، ولكن لابد أن نعلم بأن معظم الدول الغربية ما زالت تدعم الاحتلال الإسرائيلي، لأنهم يرون بأن إسرائيل هي يعني نقطة ممر إليهم في منطقة الشرق الأوسط. والمطلوب من الدول العربية دكتور محمد برأيك، سواء مصر أو غيرها من الدول، التفرج فقط على مثل هذه المجازر وهذا النصر المزيف اللي مثل ما نسميه الكيان؟ أستاذي الكريم، لابد أن لا نلقي اللوم على مصر وحدها،
وأن عندما نتكلم كثيرا ونضع مصر في جملة مفيدة ونقول مصر بأنها متواطئة، يعني إذا دخلت مصر المساعدات من معبر رفح يقولون بأن مصر تواطأت مع الاحتلال الإسرائيلي، وإن لم تدخل مصر أيضا المساعدات يقولون نفس الكلام. هذه أيضا جزئية، إذا أردنا أن نلقي اللوم على دولة فلابد أن نلقي اللوم على معظم الدول العربية في هذا التوقيت. مصر ليست متواطئة، مصر أيضا في هذا التوقيت. يعني أقول نقطة مهمة جدا، دكتور اسمح لي رجاء، يعني بس القيادات المصرية أحرزت التقدم محمد رجاء، أكو فقرة ضروري جدا أداخلك الكريم. اسمح لي أستاذي الكريم، اسمح لي أنت رجاء، أكو مداخلة بسيطة رجاء منذ 30 دقيقة. تفضل دكتور محمد. دكتور لا هي حتى المداخلة تتعلق بما طرحته. أتكلم عشان دي أول مداخلة بسيطة حضرتك، بس اديني فرصة أتكلم. تفضل دكتور، تحدث عن موضوع مصر وموقف مصر أو حد تاني يتكلم يعني على بعض محور المقاومة، ولابد أن يفعلوا ما فعلوه في 7 أكتوبر وما شابه ذلك. هل يعقل أو هو متخيل إن تم هذا الأمر وأن محور المقاومة فعلت عملية طوفان الأقصى مرة ثانية أو مرة ثالثة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف تتفرج، بأن الاحتلال الإسرائيلي يقف يتفرج، بأن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ومعظم الدول الداعمة لوجستيا واقتصاديا وعسكريا، هذه الدول الكبرى أو العظمى سوف تتفرج؟ لا أستاذي الكريم، سوف نرى بأن منطقة الشرق الأوسط تكون بؤرة صراع، وأن تكون بالفعل يعني حربا إقليمية شاملة وحربا إقليمية في هذا التوقيت. فلا بد أن ننظر إلى الدبلوماسية التي هزمت البندقية. يعني إن كنا نتحدث راح ناقش هذا الدور دكتور محمد بالدبلوماسية وليس بالبندقية. اسمح لي دكتور محمد بوقت قليل قبل أن أنتقل الأستاذ حسين مداخلتك. شوف عزيزي، بس أنا الأخ الكريم دكتور محمد تحدث على أنه المساعدات إذا فتحت من الجانب المصري رفح سيقولوا أن هناك تواطئ للحكومة مع الجانب الصهيوني، وإذا لم تفتح أيضا سيقولون. إحنا من علاقة من يقول أو يقال، وإنما الموقف الوطني ماذا لديكم؟ الحاجة في رفح وداخل فلسطين ماذا تكون؟ تكون بفتح الحدود وتقديم المساعدات، بغلق الحدود ومحاصرة الكيان بتقديم. ما هو هذا المفروض احنا نتحدث، ما لك علاقة بمن يقول. لا تتحدث عن من يقول يا دكتور محمد. هذا العذر، هذا العذر الانهزامي ما مقبول ولا مسموح. ما نسمح واحد يسيف القضية الفلسطينية بأعذار وهمية وأعذار خانعة وخاضعة وذليلة. ما نسمح لشخص يظهر بقنوات فضائية للمقاومة ويدعي الخضوع والمقاومة ويحاول نتحدث عن مصر. قضية فلسطينية بحاجة إلى دعم عربي وبحاجة إلى موقف عربي ودماء عربية تنزف بطريقة سالعدنان صوت موضح عند المشاهد في هذا التوقيت، وأنت تتحدث عن حرب بدل ما نتحدث عن الحرب. يجب أن تكون الحرب، يجب أن تكون هنالك حرب تشن من 48 اليوم على الفلسطينيين. ما حد يتحدث. عفوا استاذ دكتور محمد يتحدث عن مسؤولية وطنية عربية تجاه كل الشعوب وكل الحكومات العربية اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني كمواطن وكحكومة عربية مصرية. شنو دورها؟ وهذا الموضوع ينطبق على كل الحكومات العربية، دوركم اتجاه هذه القضية. انتقل بالسؤال، ارجع لك دكتور محمد. استاذ حسين، بالتالي هذه المجزرة هي رسالة سياسية عسكرية للجانب المصري ولكل الحكومات العربية اللي ممكن أن تتدخل بهذا القضية؟ لا، هو واضح أنه، وهذا ما ذكره السيد حسن نصر الله، قال أنه العمليات العسكرية في غزة هي رسالة ليس للفلسطينيين وإنما حتى للبنان، أنه إذا تجرأتم مرة أخرى سوف نفعل ما فعلناه في غزة من عمليات قتل المدنيين، عمليات دمار، تدمير البنى التحتية، نعيدكم إلى العصر الحجري. وهذا رسالة لكل المحور، وهذا وكل المحور الشعوب اللي ممكن. لكن هذه الرسالة وهذه التهديدات هذه ليست بجديدة، يعني تهديد الكيان الصهيوني بإرجاع لبنان إلى العصر الحجري هذا منذ عدة، يعني قبل العملية اللي نفذتها حماس من أكثر من عام كانت هنالك تهديدات أنه سوف يتم إرجاع لبنان إلى العصر الحجري. والسيد حسن نصر الله قال لا، سوف نعيدكم إلى العصر الحجري لأنه لدينا القدرة على الردع والخطاب المعروف. في نهاية المطاف أعتقد والله العظيم أقبل أن أكون بالعصر الحجري ولا أرى ذل أبناء فلسطين يذلون ويهانون،
وغدا ستكون المذله في بيوتنا. احنا شيخ اسمح لي رجاء، احنا بال91 امريكا استخدمت هذا الاسلوب يعني، وعادونا للعصور الحجريه، لكن العراقيين استطاعوا ان يقفوا على رجليهم. طيب. ال 2003 52 دوله اطنان من الاسلحه رميت على العراق، ودمرت البنى التحتيه وكل شيء دمر بالعراق، لكن استطعنا ان نقف على رجليهم. فلا تستطيع لا امريكا ولا اسرائيل ان تقف بوجه اراده الشعوب. الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. نحن ما مختلف وياك استاذ عدنان، ما مختلف وياك، المواجهه مستمره. ماكو مواجهه لا مواجهه مستمره لا لا اليوم محور لا المقاومه، بس اسمح لي، اليوم محور المقاومه حقق انجازات لاول مره، هنالك جبهات بالقياس للدماء يعني اللي تسفك فيه لاول مره شنو حجم الانجازات لاول مره اليمني والعراقي ما انكره لكن ضعيف مستوى الطموح لاول مره هناك جبهات وهذه الجبهات مقاومة شريفة بعيدة كل البعد عن الخيانة والتسويف كما حصل في الحروب السابقة التي خاضت بعض الدول العربية، وبالتالي حققت انتصار كبير. اليوم جبهة اليمن، اليوم جبهة لبنان، جبهة العراق، بس اسمح لي في ثواني، بالتالي هذا منجز، هذا منجز ما ممكن يعني. أرجو أولا أنا لحد اليوم أبدا ما أنكر دور المقاومة، لذلك عشمي كبير على هؤلاء الأبطال. أنا لو ما كنت متيقن أن هؤلاء تقوية الدور بشكل أكبر، إحنا نطالب المقاومة لهذه الفرصة الذهبية. إحنا الآن أمام رجال لن يتكرر الزمن بإنجاب هؤلاء. اليوم إحنا اليوم أمام رجال، ميزان المواجهة بدأ يميل بشكل كبير لصالح محور المقاومة. العملية التاريخية اللي نفذتها ولأول مرة في تاريخ المواجهة بين الجمهورية الكيان الصهيوني بالعملية اللي نفذتها، ليش ما تستمر؟ لا اليوم أنت أمام تحدي العالم، عندك فرصة الكيان الصهيوني عن النصر استثمر المحروض ما أترك يعني. الكيان الصهيوني لا ينظر إلى هذا الكيان بهذا الحجم وهذه الصورة. مشروع غربي تم الإعداد إليه منذ عقود طويلة، وما زال محبي. فرعون بعوضة قتلته، فرعون. هذا الكيان، هذا الكيان ما له علاقة بهاي المسميات الكبيرة. لا صدق، هذا الكيان عزيزي عزيزي عيني. الآن عندنا سلاح، سلاح مجابه الآن. اكو دعم للكيان فما نقدر ننكر هاي. لا ما نقدر ننكر، بس اكو شغلة أولا، اكو شيء اسمه نظام عالمي. مجرد ما شوف الكيان الصهيوني حريص جدا على التطبيع. يعني مصر بغض النظر عن تاريخ مصر وما حد يشكك بوطنية شعبها ومواقفها، لكن أكبر جريمة ارتكبتها مصر بحق القضية الفلسطينية هي التطبيع مع الكيان الصهيوني. الحكومة أكبر جريمة، أكبر جريمة بغض النظر مو الشعب المصري، ما فرق. اليوم تحييد الشعب من خلال المواقف الرسمية. ركن أساسي من بقاء الكيان الصهيوني هو أن يكون هناك يعني دعم، سواء اما من خلال التطبيع دول الطوق كما تسمى، الدعم اللامحدود من قبل الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها. بمجرد ما سوف يتم وقف الدعم الامريكي سوف يزول الكيان الصهيوني. خلينا نتوقف عند الكيان الصهيوني، بس نصف دقيقه. الكيان الصهيوني لو كانت البيئه المحيطه اليه مقاطعه وفارض عليه عقوبات وطوق لما استطاع ان يصمد حتى هذه الساعه. موقف استاذ عدنان الحكومة المصرية، خصوصا انه احنا قلنا المنطقة قريبة على الجانب المصري وتوجد قوات مصرية، هذا شلون نفسره؟ خوف من جانب من الكيان الصهيوني وجنود الكيان، اكو اتفاق ما بين الحكومات، اكو محاولة لتسويف القضية، شلون نفسره؟ شوف احيانا انت تعتقد شخص وبعدين تطرح لك الامور يعني تكشف لك يعني حقيقة زيفة. انا كنت من الناس المعجبين اشد العجب بشخصية الرئيس السيسي، لكنه يبدو ان هذا الرجل يعني اتت به ظروف معتباطا، وانما هنالك عامل مساعد امريكي صهيوني لايصاله الى هرم السلطه، والدليل انه ما قام به كسب ود الشعب المصري هو اغراق مصر بديون. يبدو انه هي عمليه باتجاهين، الاتجاه الاول فيما اذا انقلب الشارع المصري على الرئيس السيسي هنالك ديون مترتبه كبيره على مصر، وبالتالي سينهار الاقتصاد المصري وستسحق مصر تماما اقتصاديا. بالتالي اكو مساومه على القضيه الفلسطينيه والتدخل؟ لا، اكو مساومه للشعب المصري من خلال الحكومه المصريه، الوسيط الحكومه المصريه التي نصبت من قبل امريكا واسرائيل.
فعملت باتجاهين، الاتجاه الاول انه اعطاء صوره بعمل ومساعده ودعم ومشاريع استراتيجيه في مصر. الطريقه السريه الثانيه اللي هي اغراق الشعب المصري ومصر بديون. لذلك نقول كان الله في عون الشعب المصري الابي الحر، ونسال الله ان نرى هذا الشعب الكريم، لانه ان هذا شعب مصر الشقيق، فاعتقد لن تقوم قائمه لبني صهيون قسما عظما، وهذا اقولها واراهن عليها. مصير الكيان الصهيوني في نهضه وبساطيل الشعب المصري وجنود الشعب المصري. لذلك نقول نعول كثيرا على هذا الشعب الكريم، ونعول على دول الطوق اللي هي الاردن وشعب الاردن النشامه شعب ابي ممكن ان ينضم، وقوافل المقاومه الان الموجوده في سوريا وفي جنوب لبنان. يعني هؤلاء انا اقول انه الجراء الشراره، الحريق دائما يبدا بجدحه بسيطه، الشراره تبدا من فصيل المقاوم وهؤلاء ابطال موجودين، ثم تلتحم بها جحافل المقاومه الاخرى، والشعب الفلسطيني سيكون ساند وداعم طبعا برجاله مع رجال. وهذا هذا ما تقوم به حاليا دور المقاومه الفلسطينيه بكل فصائل. احنا من نشوف قصف ومن نشوف شهيد يسقط فلسطيني، ومن نشوف امراه تهان فلسطينيه، ومن نشوف طفل يذبح او يحرم من اذويه، والله العظيم يعني اقول لك نتمنى الموت ألف مره ولا نشاهد مثل هكذا مره. هذه الصور، صور الاطفال وصور النساء. انتقل لك دكتور محمد، يعني ذكرت في النقطه مهمه انه استشهاد لجندي مصري في هذه المنطقه الحدوديه، شنو اخر ردود الافعال وتفاصيل هذا الموضوع اذا موجود اخوان دكتور محمد؟ ايوه اسمع حضرتك. نعم. ما اسمع حضرتك دكتور محمد، ذكرت نقطه اللي هي استشهاد جندي مصري على الحدود، المنطقه الحدوديه ما بين الكيان وما بين الجانب المصري، شنو اخر تفاصيل هذا الموضوع وردود الافعال بخصوصه؟ يعني اخر تفاصيل او الروايه المتداوله في هذا التوقيت بان هذا الجندي، على الروايه الاسرائيليه يعني بعض الروايات تقول بان الجندي المصري كان يوجد بعض العربات كانت تذهب الى بعض النقاط المهمه في محور فيلادلفيا، ومن ثم تم اطلاق النار من هذا الجندي للجنود الاحتلال الاسرائيلي، ومن ثم تمت رد فعل من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وكان وما زال يوجد احتواء للموقف بين الجانبين. لابد ان نعلم ايضا بان مصر لا تريد ان تدخل في حرب، وكذلك ايضا اسرائيل، هي اسرائيل منهاره من كل الاتجاهات ومنهاره على كافه المستويات، وليس لديها القدره ولا الطاقه في ان تدخل في صدام مع دولة مصر. يعني نؤمن ونسلم للروايه، روايه الكيان الصهيوني. لا انا اتحدث معك عن بعض الروايات استاذي الكريم، انا اقول لك، لا اقول لك بان اؤمن على الروايه الاسرائيليه في هذا التوقيت، ويوجد تعتم الروايه المصريه عندك اطلاع عليها؟ لان هذه الحادثه مثلها مثل بعض الحوادث الاخرى التي تمت في الاشهر الماضيه بين الجانبين، ولكن هو حادثه يعني لابد ان نضعها موضع اهتمام بالغ، لان هذه الحادثه جاءت بعد الروايه المجزره. دكتور محمد، الروايه المصريه هي الاهم، ما تهمنا الروايه الاسرائيليه. الروايه الاسرائيليه قالت نعم. قيادين الحماس بين الخيام وقصفت الاطفال والنساء. لم اسمع حضرتك. اقول لك الروايه الاسرائيليه ما تهمنا ابدا، ما تهمنا، تهمنا الروايه المصريه، الروايه الحقيقيه الواقعيه. روايات الكيان هوايه صارت وكلها روايات كاذبه. استاذي الكريم، انا اتحدث معك الان عن حادثه من كلا الجانبين، واتحدث معك عن تحليل، فاريد بس تسمعني، دي النقطه. اما بالنسبه للروايه المصريه استاذي الكريم، هو فعل ورد فعل، ان كان الفعل جاء من قبل الاحتلال الاسرائيلي، ومن ثم ايضا الجانب المصري ردت فعل. هذا الحادثه اراها من وجهه نظري هي لالتفات الأنظار بعيدا عن ما حدث بخصوص هذه المجزرة الأخيرة والمجازر التي تمت أيضا في الأيام السابقة. هذه نقطة مهمة جدا في هذا التوقيت للاحتلال الإسرائيلي، هذه أيضا جزئية. الجزئية الأهم لابد أن نتكلم على بعض النقاط المهمة. أين هي ذاهبة بنا هذه الحرب في هذا التوقيت؟ هي ذاهبة للتصعيد أستاذي الكريم، وإن كنا نتحدث عن محور المقاومة فأقول لك أن الجبهة يعني الوحيدة التي أراها من وجهة نظري هي من الجبهات المهمة والقوية التي أحدثت فارقا، هي الجبهة اليمنية وفي البحر الأحمر. بعض الجبهات
يعني هي مناوشات وفي ايضا قواعد الاشتباك لم تنطبق دكتور محمد في السابع من دكتور محمد هذه ايضا فلا نزيد عفوا دكتور محمد الجبهه اللبنانيه تعتبرها مناوشات الجبهه العراقيه حيدت دعم من قبل الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه هذه كلها تعتبر مناوشات الجبهه اللبنانيه استاذي حزب الله اللبناني والدولة اللبنانية هي منهارة تماما فهو لا يريد أن يدخل في صدام وأيضا كما نعلم بأن حزب الله اللبناني وكذلك أيضا الجمهورية الإيرانية برأوا نفسهم بأن أي صدام دكتور محمد من سبعة من قبل 7 أكتوبر المقاومة اللبنانية وحزب الله داخل بخط الموقف. مباشر بخط الصد مباشر مع الكيان الصهيوني 90 نعم. منزل الإعلان إسرائيلي حزب الله من انطلاق المعارك قبل أكتوبر قبل 7 أكتوبر بصدام مباشر مع الكيان الصهيوني نعم. يعني هذا الموضوع يتناقض ويا فرضيتك اللي تقول أنه الجبهة اللبنانية ضعيفة يعني هي مجرد مناوشات نعم نعلم بأن الفترة الأخيرة منذ شهرين أو 3 أشهر بدأت المعارك تشتد بين الجانبين ولكن ما زال حزب الله اللبناني أنا أستاذي الكريم أنا مع محور المقاومة مع حزب الله اللبناني لدحر الاحتلال الإسرائيلي وهذا الكيان الغاصب ولابد من نهايته في هذا التوقيت وهذه فرصة كبيرة جدا ومع هذه العملية التي تمت في 7 أكتوبر من قبل محور المقاومة في فلسطين طيب. ودحر الإرهاب لأن هم الإرهاب خلينا نعد هذا الدور دكتور محمد الغاصب والولايات المتحدة الأمريكية خلينا نعد هذا الدور أنا أتكلم عن شعب مدني الآن يضرب أستاذي إن كنا نتحدث في بداية يوم 8 أكتوبر عن صمود اختياري من قبل الشعب الفلسطيني الآن هو صمود إجباري أستاذي الكريم وإن كنا نتحدث عن الدبلوماسية فالدبلوماسية تلعب دورا مهما جدا لا غنى عنه وأنا دكتور محمد الدبلوماسي دكتور محمد الحلول الدبلوماسية أثبتت الدليل والتجربة أن الكيان الصهيوني وأمريكا ما تعترف بها أستاذ حسين دور محور المقاومة مناوشات حاليا مثل ما وصفه دكتور محمد لا اليوم محور المقاومة منخرط بشكل كامل حسب الإمكانيات طبعا اليوم يعني ما ممكن أنه أجي أقارن مثلا المقاومة الإسلامية في العراق وبعدها وإمكانياتها العسكرية مثل حزب الله والتماس مع الشريط الحدودي الطويل والعمليات العسكرية أيضا الإمكانيات اللي مع الإمكانيات الكبيرة لأنصار الله الحوثيين لكن بعد المسافة وانخراط مع الأسف الكثير من الدول اللي كانت أيضا تتصدى للمسيرات والطائرات قبل وصولها إلى الكيان الصهيوني وبالتالي كل مكان وكل جبهة إسناد لها يعني ميدانها ولها الإمكانيات العسكرية اللي تستخدمها لكن في المجمل هي يعني أحرجت الكيان الصهيوني وأحرجت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير وشكلت ضغطا كبيرا على الكيان وإلا اليوم الكيان الصهيوني يتفرج على حزب الله وحزب الله يقوم بعمليات وعمليات قصف مستمرة ولا يستطيع وكنا يعني سابقا نشاهد كثرة الاجتياحات وكثرة عمليات القصف التي يقوم بها الكيان الصهيوني الآن المستوطنون في شمال فلسطين صار لديهم يقين بعدم قدرتهم على الرجوع إلى مناطقهم وأيضا كان هنالك إعلان من قبل الجيش الاحتلال باعتبار أن الرواية الإسرائيلية هي الأهم يقول أكثر من 900 منزل في مناطق الشمال يسمونه شمال إسرائيل خرج عن تم استهدافه ويعني لحق بها ضرر كبير طبعا هذه المنطقه تم اخلاءها بشكل كبير اليوم اكثر كل هؤلاء كل هؤلاء استاذ حسين انه كل جبهات المقاومه اليوم المعنيه بالقضيه الفلسطينيه ولو انه كل شعوب العالم وكل الاحرار حول العالم معنيين بالقضيه الفلسطينيه كل هذه الجبهات ادي دورها على اكمل وجه لا لا مو كل لا ومحور المقاومه الان يعني يقوم بما عليه من امكانياته نعم هنالك بعض الدول الغربية أيضا خلال التظاهرات اليوم تظاهرات لكن عندما أجي أقارن طلاب الولايات المتحدة طلاب الجامعات مع طلاب بغداد مثلا أكو فرق كبير حقيقة أو مثلا الدول اليوم الشعوب العربية وين هم الشعوب العربية يعني من خلال دعم القضية الفلسطينية أيضا يعني موقف ما ينسجم مع حجم المأساة
موقف ما الجرائم والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. طيب بنص دقيقة أستاذ عدنان، عندي الختام، بحال فتح هذه جبهات الكيان بهذا الوضع قادر أنه يوسع هذه المساحة خصوصا بوجود الدعم الأمريكي وغيرها من الدول الداعمة؟ شوف دليل واضح على ما ستحدث فيه الآن، الكيان الصهيوني بكل قوته وأعلامه وأي جانب ممكن أن يجهد الضغط النفسي، العملاء، الجواسيس، الحكام، العملاء، يحاول ما يفتح لا جبهة جولان ولا جبهة جنوب، وهنالك تهديد واضح للبنان الشقيقة، وهنالك تهديد واضح لحزب الله أنه في محادة اشتبكوا سيكون هنالك مأساة وهنالك قتل جماعي وقتل وإعادة لبنان إلى العصور الحجرية، هذا خوفا من أن تشتبك جبهة لبنان. طيب. إذن يجب أن نضرب العدو بالأماكن التي يخشاها، يعني هنالك خشية كبيرة من الكيان أن تفتح جبهة لبنان، وهنالك خشية أكبر أن تفتح جبهة لبنان وجبهة الجولان، وهذا عطفا على لذلك أقول جبهة الجولان وجبهة لبنان مع أبناء الحوثيين الأبطال من اليمن الشقيق، اليمن السعيد الأبطال، حينما تسير مسيراتهم البطلة وصواريخهم باتجاه فلسطين سيكون هنالك محاور تخفف الضغط على حماس أولا، تعيد تنظيم صفوف حماس من جديد، يبدأوا بمعركة اليوم جديدة مهمة جدا. الأخبار مفرحة من الجانب اليمني، سيطر على 3 سفن ومدبرات 2 أميركية. أنا أشكرك العميد المتقاعد الأستاذ عدنان الكناني الخبير العسكري لكل هذه الإيضاحات، كذلك أشكر الأستاذ حسين الكناني عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، وشكر موصول إلى الدكتور محمد اليمني الخبير في الشؤون الدولية انضم لنا عبر سكايب من مصر، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، والرحمة والغفران لكل شهداء مجزرة رفح والخزي والعار للكيان الصهيوني ولكل الداعمين لهذا الكيان. نلتقيكم إن شاء الله في تغطيات أخرى، في أمان الله.